بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بالحضور الكرام وأرحب بجميع الذين تابعوا ملتقى الرافدين 2019. في البدء أشكر الأخوة في ملتقى الرافدين لدعوتهم لي لإدارة هذه الجلسة، وأيضا أشيد بدورهم الكبير في جمع كل هذه الوجوه والإعلاميين والسياسيين من أجل حوار ناضج في بغداد، وأتمنى لهم التوفيق في 2020 إن شاء الله. وكما أرحب بضيفي الشيخ خميس الخنجر الأمين العام لمشروع العربي. أهلا وسهلا بك شيخ خميس. شكرا جزيلا. حياك الله. ندخل مباشرة بالحوار، لأنه كل ما يذكر اسم خميس الخنجر في محفل يكون هناك جدل. لأول مرة نحاور خميس الخنجر في بغداد بعد سنوات. كان موقف خميس الخنجر من عملية سياسية متغير، كان الحوار يجري في اسطنبول، يجري في عمان، يجري في دول كثيرة. مو غريبة أحاورك اليوم في بغداد يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا. أنا سعيد بالمشاركة بهذا الملتقى الذي يعقد في بغداد بعد غياب أكثر من 20 سنة. شكرا للأخوة القائمين على هذا الملتقى وعلى هذه الفعالية المهمة، وأنا سعيد أننا نناقش الإشكاليات التي تواجه الدولة العراقية في بغداد هنا وليس في الخارج، وهذا اعتراف أننا يجب أن نناقش مشاكلنا من داخل العراق، وهذا أفضل لنا وللعراق ولمستقبل العراق. طيب ليش كنتوا تناقشوها برا؟ ليش ما كنتوا تختارون بغداد؟ كيف؟ ليش ما كنتوا تختارون بغداد حتى تناقشون الأمور؟ كانت الظروف يعني غير مواتية للعمل من داخل بغداد، وهنا لا بد أن أسجل لحكومة السيد العبادي أنها فرقت بين من يعارض سياسات الحكومة وبين من يعارض الدولة، ونحن كنا نعارض بعض السياسات للحكومة، الحكومات العراقية المتعاقبة، وكنا ولا زلنا نسعى إلى بناء دولة المؤسسات التي تحفظ وتحمي الجميع. ولذلك الظروف التي هيئتها حكومة السيد العبادي سمحت لنا ولآخرين بالتواجد داخل العراق والمشاركة بفعالية في بناء الدولة العراقية التي نطمح لها جميعا. طيب منو أول من طرح عليك فكرة أن تعود إلى بغداد، أو كيف اتخذت خطوة العودة إلى بغداد؟ وتعرف أنت قد يكون هناك نوع من التثوير الإعلامي، نوع من التثوير الشعبي، الحلفاء لا يعرفون جيدا من هو خميس الخنجر، كيف اتخذت هذه الخطوة؟ أولا بغداد عاصمتنا، وبالتالي مهما يكون عملنا في أي مكان في العالم هو من أجل إصلاح الأمور هنا في بغداد، ولذلك مسألة وجودنا في بغداد هي مسألة طبيعية. طيب. هي عدم وجودنا مسألة غير طبيعية، ولذلك مسألة عودتنا ومشاركتنا الفاعلة على الأرض في بغداد أعتقد كانت يعني فكرة دائما مطروحة، لكن كانت مشاكل عديدة. وحقيقة أنا لا أحب أن أتكلم في المشكلات التي حدثت في الماضي، لأنها راح تجرنا إلى يعني صراع كبير وإلى تعقيد للأمور، ونحن نرغب في أن نتكلم إن شاء الله في المستقبل وكيف رؤيتنا لبناء الدولة. ولا بأس أنا أناقش بموضوعية وضعنا الحالي من أجل بناء المستقبل، لكن أن ننشغل كثيرا في مشكلات الماضي أعتقد هذه لن تفيدنا شيئا. طيب بس خليني أسألك هذا السؤال، النظام السياسي اللي أنت تقول أنا ما عارض الدولة، عارض الحكومة، ربما عارضت حكومة السيد المالكي ولم تختلف كثيرا مع السيد العبادي، لكن ألا يعني ذلك أن النظام السياسي في العراق الذي ربما عارضت جزءا منه، ما أعرف أنت شو توصفه، يتيح لشخص مثل خميس الخنجر عارض ورفع راية المعارضة كبيرة أن يأتي ويعمل بشكل طبيعي في بغداد؟ يعني النظام السياسي في العراق نظام صحي وليس نظام مشوه مثل ما يقال. يعني مشاركة الجميع هو حق للجميع في أن يشارك في العمل السياسي في ظل الأطر الديمقراطية والالتزام بالدستور وبنود الدستور،
وبالتالي أعتقد المشاركة والوجود في بغداد ليس منة من أحد، وإنما هو حق طبيعي لكل أفراد الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب بأن يكونوا متواجدين على الأرض العراقية ومشاركين بفعالية في بناء الدولة. ولا بأس من الاختلاف السياسي بين الأطراف، وهذه مسألة طبيعية في ظل النظام الديمقراطي، ولذلك نحن نسعى إلى سرعة الانتقال إلى النظام الديمقراطي الكامل، لأنه كل ما طالت الفترة أعتقد تسبب لدينا عدة إشكاليات. وبالتالي احنا مؤمنين أن هناك فرصة كبيرة للعراق ولكل المكونات العراقية والكتل السياسية بأن تتساعد فيما بينها من أجل بناء مستقبل أفضل للعراق. طيب اليوم حضرتك يعني تقود كتلة من المفترض أنها تمثل أهالي المناطق المحررة، لا سيما الموصل وصلاح الدين والأنبار التي شهدت دمارا كبيرا. لحد هذه اللحظة لا يبدو حراك إعمار تلك المدن واضحا جدا، بدليل أن الكثير من النازحين ما زالوا موجودين بعد 3 سنوات ربما أو أكثر من قتال داعش وتحرير مناطقهم مثل يثرب ومناطق أخرى وعزيز بلد، وهذه المناطق لم يعودوا إلى مناطقهم. الشيء الثاني أن حتى الذين عادوا فعادوا وعانوا، بعضهم يقول لو بقيت في المخيم أفضل. فما هي خطوات إعمار المناطق المحررة؟ طبعا نحن رؤيتنا أن إعادة الإعمار هي لا تشمل فقط إعادة البنى التحتية اللي ركز عليها يعني أغلب المشاركين الفاعلين في وضع استراتيجية لإعادة الإعمار. أنا أعتقد نحتاج إلى استراتيجية جديدة، وأعتقد إلى الآن هي غير موجودة في إعادة الإعمار. إعادة الإعمار، إعادة البنى التحتية هي جزء من عنده، لكنها فيها يعني عدة أبعاد. يعني نحتاج إلى بناء السلم الأهلي، نحتاج إلى شعور كل المواطنين اللي أجبروا على الهجرة من مدنهم والعودة إلها ووجود مناطقهم مهدمة، نحتاج منهم إلى إعادة الثقة في الدولة، وهذه تتطلب من عندنا عدة خطوات. ولذلك يعني أن نناقش العديد من المسائل أيضا الاجتماعية الموجودة في هذه المناطق. لدينا مخيمات كاملة غير مسموح لأهاليها بالعودة إلى مناطقهم، لأن قسم منهم آبائهم أو أعمامهم متهمين بالانتماء إلى داعش أو إلى التنظيمات الإرهابية. وبالتالي نحتاج إلى معالجة كل هذه المشاكل في إعادة الإعمار. ولذلك نحن لدينا رؤية في مسألة إعادة الإعمار، ولدينا تواصل مع أغلب الكتل السياسية ومع المتحالفين. شنو رؤيتكم في إعادة الإعمار؟ رؤيتنا هي وضع استراتيجية متكاملة في هذا الاتجاه، وليس فقط إعادة المحاولة في إعادة البنى التحتية فقط. ولذلك مثلا نحن عندما باشرنا العمل الفعلي في بغداد، كانت معروف لدينا ولا زلنا لدينا 4 نقاط مهمة، وهي عودة النازحين وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم وإلى كل مدنهم، والنقطة الثانية هي الإفراج عن المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين، لأنها تساعد على استدامة السلم الأهلي، وهذه نقطة مهمة جدا. والنقطة الثالثة هي إخراج كل الحشود العسكرية والمجموعات العسكرية المتواجدة في المدن من كل المدن العراقية. نعتقد أن وجودها داخل المدن ليس فيه فائدة، وإنما يزيد من حالة عدم الاستقرار وعدم الشعور بالأمن. والنقطة الرابعة هي إعادة الإعمار في البنى التحتية. نحن لدينا رؤية متكاملة في هذا الاتجاه كما أسلفت. طيب بس أنت يعني جعلت النقطة الرابعة اللي هي بالنسبة للمواطن الأهم. المواطن يريد يقعد ببيته، ما يهم إذا أبو الحشد موجود أو غير موجود، يريد يطلع من الخيمة. ليست الأولوية هي إعمار المدن بهذه الطريقة؟ لا لا، أكيد أكيد المواطن يريد يرجع إلى بيته لو يبني خيمة في بيته، لكن يجب أن يشعر المواطن في الأمن ويشعر أنه غير مهدد في مكانه، ويجب أن نوفر له
مصادر العيش الآمن، ويجب أن نحفظ كرامته في العودة الكريمة إلى مناطقه. هذه كلها عدة عوامل تشمل عودته، لأن الناس لديها أولويات، ربما أولوياتهم الآن هي فقط العودة إلى بيته، لكن بعد شهر راح تبدي أولويات الأخرى في الخدمات وفي الوظائف وفي الأمن وفي وهكذا. ولذلك نحن نعتقد أنه يجب الاهتمام في هذا الجانب ووضع استراتيجية متكاملة في هذا الاتجاه. ليش تعتقد أنه المواطن إذا رجع على بيته بوجود الحشد لا يشعر بالأمان؟ أنا لا أقول أن الحشد هو الذي حرر المناطق. أنا لا أقول أن المسألة هي خاصة في الحشد أو في القوى الأمنية. أنا أقول أننا يجب أن تكون هذه المدن خالية من الوجود العسكري وحصر السلاح بيد الدولة، وأن تكون هذه الحشود التي ساعدت وساهمت بقوة وفعالية في تحرير العراق تواجدها في الأماكن اللي فيها إشكاليات في الحدود الإدارية وفي حدود العراق اللي تمنع من تسلل. اليوم الانتصار على داعش والحمد لله تحقق بفعل هذا التماسك بين كل مكونات الشعب العراقي، وهذه التضحيات الكبيرة اللي قدمت من الجيش والحشد والحشد العشائري وكل من والبيشمرقة وكل من شارك في تحرير أرض العراق. لكن ما نحتاج إلى أن يشعر المواطن بالأمن ويشعر بالاستقرار ويشعر أنه غير مهدد في بيته. يعني حضرتك تريد الحشد فقط يطلع له كل القوات العسكرية؟ لا أنا أعتقد أننا يجب أن نذهب إلى بناء مؤسسات الدولة بعد تحقيق الانتصار. يجب أن نتحول من حالة الحرب إلى حالة السلم الأهلي، وهذه حالة السلم الأهلي تتطلب أن المواطن يعيش كما يعيش كل العالم في المدن، بعيد عن السلاح وعن مظاهر السلاح، مسألة طبيعية. ولا أقصد في منطقة محددة، يعني من نقول خروج كل القوات الغير الشرطة القوات المحلية، أقصد في كل مدن العراق ولا أقصد في مدينة واحدة. ولذلك الأفضل أعتقد من أجل شعور المواطن في الأمن هو أن نهيئ له الظروف الكاملة التي يسعى لها الجميع بما فيهم الحشد والجيش والشرطة، يسعى الجميع إلى توفيرها من أجل عودة النازحين. طيب تعتقد أنه بقاء هيئة الحشد الشعبي بصورتها الحالية مهم، أم أنت مع الرأي الذي يطالب بحل الحشد الشعبي أصلا ودمجه مع القوات الأمنية؟ يعني هذه مؤسسات صوت عليها البرلمان وأصبحت لديها شرعية موجودة في الدولة العراقية. نحن نعتقد أننا نحتاج إلى بناء منظومة أمنية متكاملة من أجل حفظ الأمن والاستقرار في العراق والحفاظ على العراق وعدم عودة الإرهاب أو التنظيمات الإرهابية مرة أخرى إلى العراق. ولذلك نحتاج إلى منظومة أمنية متكاملة في هذا الاتجاه يتساعد فيها الجميع، والكل قدم تضحيات كبيرة من أجل تحرير العراق، والكل عليه أيضا مسؤوليات في الحفاظ على هذا الأمن. وبالتالي هناك مرحلتين في الأمن، مرحلة تحقيق الأمن ومرحلة الحفاظ على الأمن. احنا في مرحلة تحقيق الأمن اعتقد كانت هناك خطوات مهمة وكبيرة وواضحة، لكن مرحلة الحفاظ على الأمن أعتقد تحتاج من عندنا بعض الخطوات وتحتاج مزيد من النقاشات ومزيد من التفاهمات من أجل أن يتشارك فيها الجميع. مثلا مسألة التدريب، مسألة التوازن ومشاركة كل أهالي المناطق المحررة في الأمن في القرار الأمني، تقوية الجانب الاستخباري، التعاون مع الدول المحيطة في العراق في المعلومات. أعتقد كل هذه تحتاج إلى منظومة متكاملة من أجل ديمومة الأمن واستمراره. بس ما جاوبت على السؤال اللي هو أنت مع حل هيئة الحشد أم إبقائها؟ أنا أقول أن أول هذا السؤال غير مطروح، يعني اليوم السؤال غير مطروح في الدولة العراقية، هل نحل الحشد أو لا نحله؟ ما موجود هذا أصلاً. هسه الآن يعني أنا أول واحد يطرح هذا السؤال. ولذلك الحشد موجود. لا جيد. يستطيع. أنت مع إبقاء الحشد بصورة الحشد الحالية موجود؟ أم مع تحويل الحشد إلى جزء من وزارتي الدفاع والداخلية؟ لا، أنا أؤيد أن تكون هناك منظومة أمنية متكاملة يكون فيها الحشد، الجيش، الشرطة، الأمن، البيشمرقة،
منظومة أمنية متكاملة وليست مراكز قوى هنا وهناك لأنها لن تخدم العراق. هذه المنظومة الأمنية المتكاملة أعتقد هي أفضل للعراق، أفضل لمستقبل العراق، أفضل للأمن. وكما قلت في مرحلة تحقيق الأمن تساعد الجميع، في مرحلة استمرار الاستقرار تحتاج من عندنا إلى مزيد من النقاشات والتفاهمات. وأعتقد هيئة الحشد الشعبي اليوم موجودة كجزء من المنظومة الأمنية وهذه مصوت عليها من قبل البرلمان ولا تلغى في النقاشات أو في التفاهمات. طيب هذا التحول جيد بخطاب خميس الخنجر. طيب اليوم بعض الكلام عن خروج القوات الأمريكية طيف كبير، يعتقد أن الأمريكان يجب أن يغادروا، ليس فقط الأمريكان، كل القوى الأجنبية التي جاءت بما يسمى التحالف الدولي. ولكن هناك من يهمس إلى أن أبناء المناطق المحررة، أو حتى لا نقول أبناء المناطق المحررة، سياسيو المناطق المحررة يميلون إلى إبقاء جزء من القوات الأمريكية لأنهم يعتقدون خروجها يعني تمدد قوى أخرى في مناطقهم. ما هي رؤية خميس الخنجر أو المشروع العربي في إبقاء قواعد عسكرية أمريكية أو مدربين أو وجود قوات أجنبية؟ أولاً مسألة السيادة نعتقد أنها خط أحمر للجميع ولجميع مكونات الشعب العراقي، وأعتقد أن هناك مرحلة مر بها العراق من 2003 إلى 2014 مختلفة عن مرحلة ما بين فترة 2014 إلى 2018. رغم كل المآسي اللي سببتها داعش، لكن طلعنا بوحدة الشعب العراقي ضد هذا التنظيم. عندما هددت الدولة العراقية وليس الحكومة العراقية، هددت الدولة بوجودها الكامل، التحم كل مكونات الشعب العراقي. وأنا أعتقد هذه نقطة شروع مهمة ساعدت على مزيد من التفاهمات بين كل الكتل السياسية. فمرحلة 2014 إلى الآن أعتقد فيها تطورات كبيرة، سواء في تطور العملية الديمقراطية في العراق أو في مسألة التقارب بين مكونات الشعب العراقي وضعف الطائفية. وربما بدأت هذه الكلمة يستحي منها أغلب مكونات الشعب العراقي، فالفئوية والقومية والطائفية ما عادت تفيد، وإنما نذهب إلى الفضاء الوطني. هذه مسألة أفضل للجميع، ولذلك نقول أننا لا نريد وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية، لكن مسألة وجود هذه القوات أو تلك يحددها السيد رئيس الوزراء وتحددها الحكومة العراقية. مدى حاجتها إلى وجود هذه القوات، مدى استعانتها بهذه القوات في التخلص من بقايا داعش والتنظيمات الإرهابية، أعتقد الحكومة العراقية والسيد رئيس الوزراء هو من يعطي الصورة الواضحة، لأننا ليس لدينا تصور كامل عن إمكانيات القوة الجوية أو البرية. نحن رأينا شبابنا وجيشنا والحشد والقوة كلها كيف تقاتل داعش وانتصرت، لكن لا نعرف مدى قدرة هذه القوات على درء الأخطار التي ربما ستحدث بصورة مفاجئة في هذه المنطقة أو تلك. ولذلك مسألة وجود هذه القوات أو تلك يحددها السيد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة والحكومة العراقية. طيب ولكن هناك قانون سيطرح في البرلمان، على ماذا ستصوت الكتلة البرلمانية التابعة للمشروع الوطني المشروع العربي في العراق؟ احنا طبعا جزء من تحالف، وهذه مطروحة للنقاشات. وأنا قلت أننا ضد وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية إلا فيما ما تحتاجه الحكومة العراقية بشكل رسمي فقط وبكتاب منها، بدونها نحن ضد وجود أي قوات. ولذلك نحن جزء من تحالف سياسي مهم، وهذا التحالف عندما يتخذ قرار سوف يلتزم الجميع بهذه القرارات. تقصد بالوجود الأجنبي حتى التركي الموجود في بعشيقة؟ أي وجود أجنبي، على أي وجود إجلاء ولكن بقي أي وجود أجنبي، الحكومة العراقية والبرلمان العراقي لا يرضى به ولا يقبل به والشعب العراقي لا يقبل به. نحن مع عدم وجود هذه القوات. يعني بعد كل هاي المعارك اللي خاضتها القوات الأمنية العراقية،
ما زلت يعني هسه أشوف في كلامك أنك تنتظر رئيس وزراء ليحدد، ولكن بعد كل هذا اللي جرى هل تعتقد أن القوات العراقية غير قادرة على حفظ الأمن في العراق وتحتاج إلى قوات أجنبية لتدريبها وتطويرها أو حتى لوجود قواعد عسكرية كما يقول ترامب لمراقبة إيران؟ طبعا لا شك، أرجع أقول أننا في مسألة تحقيق الأمن قطعنا خطوات عظيمة وجبارة، وبين أن جيشنا يستطيع وقواتنا الأمنية تستطيع الحفاظ على العراق وهزيمة أي تهديد له، لكن ربما في القوة الجوية، ربما في الطيران الجيش، أنا لا أستطيع أن أتكلم عن أشياء فنية تخص الجيش العراقي بقدر ما يقدرها السيد رئيس الوزراء والحكومة العراقية، وهذه مطروحة للنقاشات القادمة، أنه مدى حاجة العراق إلى هذه القوات. عندما نطمئن أن العراق ما محتاج هذه القوات، أنا أعتقد يجب أن يكون هناك اتفاق بين جميع الأطراف على عدم وجود أي قوات أجنبية على أرض العراق. طيب، ولكن الولايات المتحدة على لسان ترامب وحتى بومبيو الكل يؤكد أن هذه القواعد في غرب العراق ستبقى، وترامب بشكل صريح يقول أنها ستبقى لأن تكون منطلقا تجاه سوريا وتجاه إيران. إذا اتخذت الحكومة العراقية قرارا، قادرة الحكومة العراقية تتخذ قرار؟ قادرة، نعم الحكومة العراقية قادرة، وأعتقد أن السيد رئيس الوزراء والبرلمان العراقي والحكومة سوف يقيمون في الفترة القليلة القادمة مسألة وجود هذه القوات على الأرض العراقية، ولذلك نحن ننتظر شرحا عن فاعلية وجاهزية القوات العراقية في بعض مفاصل القوة مثل القوة الجوية والقوات الأخرى في مسألة الحفاظ على الأمن ويعني محاربة أي تهديد طارئ يهدد أمن واستقرار العراق. على ذكر التحالف السياسي الذي تنتمي إلى حضرتك وهو تحالف البناء، صح؟ نعم، تحالف البناء. غريب جدا أن يكون خميس الخنجر في تحالف البناء، لو مو غريب؟ يعني هناك تحالفين في العراق موجودة، وإحنا عندما دخلنا إلى بغداد كانت عندنا نقاشات مع جميع الكتل السياسية ومع جميع التحالفات، ووجدنا أنه أن هذا التحالف هو الأقرب لتحقيق هذه الأهداف اللي قلتها، الأهداف الأربعة، ونحن نريد أن يستمر الاستقرار، ونريد أن يشعر الناس بأبوة هذه الدولة من أجل عدم عودة الإرهاب مرة أخرى. نحن مررنا بتجربتين مريرة جدا، وهي تجربة وجود القاعدة في 2005 و 2006 و 2007 ووجود داعش بعد 2011، ولذلك لا نريد أن تعود هذه التنظيمات مرة أخرى، ومن أجل عدم عودتها نعتقد أننا يجب أن نذهب برؤية مشتركة مع من يشاركنا في هذه التخوفات وفي هذه النقاط المشتركة من أجل استمرار وديمومة الأمن، ومن أجل رفع كل الأسباب التي أدت إلى وجود هذه التنظيمات في هذه المناطق. طيب، ولكن يعني طوال سنوات كنت تعتقد أن الأطراف الموجودة حاليا في البناء هي الأطراف التي هي سبب المشكلة، وقبل الانتخابات كان واضح أنك قريب من الأطراف التي هي في الإصلاح، كيف تتحالف مع أطراف تعتقد أنها كانت سبب المشكلة؟ أنت تحالفت مع المالكي، تحالفت مع العامري، تحالفت مع قيس الخزعلي، تحالفت مع هؤلاء الذين نحترمهم جدا وليس انتقاصا منهم، ولكن كان خطابك دائما موجه ضد هذه الأسماء وليس ضد الطرف الآخر. كما قلت أنا لا أحب أن أتكلم في الماضي، هذا حاضر، لأنه إذا أريد نذهب إلى فتح كل ملفات الماضي نذهب إلى الأسباب. طيب، التي أدت إلى وجود المظاهرات وإلى وجود داعش، وبالتالي لن تنتهي هذه المشكلة. نحن نعتقد أننا أمام فرصة كبيرة وعظيمة بعد هزيمة داعش، وهي أنها الانتصار على داعش وباعتراف الجميع هو بسبب تلاحم كل العراقيين. لا يوجد ولا عراقي
ولا مكون من مكونات الشعب العراقي ولا كتلة سياسية كانت تدعم وجود داعش، الكل كانت تتبرأ من هذا التنظيم. ولذلك نحن نعتقد أنها نقطة مهمة للانطلاق من أجل بناء المستقبل. نعم كنا مختلفين وكان بيننا ما صنع الحداد، ولكن في الاختلافات السياسية في الرؤية لبناء البلد، واليوم الكل تعترف بخطأها، الكل كلنا. طيب ولكن أسهل عليك حتى لا تتعرض لهذا السؤال أن تذهب مع الإصلاح مثلا، ليش اختاريت تحالف البناء؟ نحن كما قلت بدأنا بنقاشات معمقة مع كل الأطراف، ورأينا أن هناك استجابة كبيرة من تحالف الأخوة الموجودين في تحالف البناء من أجل تحقيق هذه النقاط الأربعة اللي تخص عملية ديمومة الاستقرار في مناطقنا. ولذلك بالنهاية هم كلهم عراقيين، كل الأطراف، وكلهم أطراف محترمة، ومسألة الاختلاف السياسي مسألة طبيعية، ومسألة أن يتفق المختلفين في مسألة طبيعية. طيب ولكن عذرا للمقاطعة، بس ليش خولت السيد أسامة النجيفي أن يوقع مع الإصلاح وفجأة ظهرت أنت مع البناء؟ هاي وحدة ونقطة جدلية تسببت في شرخ في الكتلة التي تقودها حضرتك. نحن لم نخول أحدا في أي توقيع، وبالتالي نحترم أي رأي مخالف لرأينا، لكن نعتقد أننا خيارنا كان بإرادتنا وخيارنا صحيح، وهناك تعاون حقيقي فيما بيننا في هذا التحالف، وبالتالي نعتقد أننا في الاتجاه الصحيح، ونعتقد أن الآخرين أيضا ماضون في مسألة بناء الدولة العراقية والمشاركة. اليوم الحكومة العراقية كما تعرف هي حكومة توافقية بين جميع الأطراف، ولذلك ترى النقاشات اللي تدور الآن بين تحالف الفتح وتحالف سائرون رغم اختلافهم، وكل واحد موجود في تحالف. لذلك مسألة طبيعية مسألة الاختلاف السياسي ومسألة الاتفاق. ما يهمنا هو الرؤية لمستقبل العراق، ما يهمنا كيف نتخلص من التحديات الكبيرة اللي تواجه الحكومة العراقية وتواجه البلد. هناك تحديات جسيمة، مسألة بناء مؤسسات الدولة هذا تحدي كبير جدا نواجهه مجتمعين الآن، وكما يقول أحد المفكرين أينما تكون المؤسسات يكون الاستقرار، وأي ضعف لهذه المؤسسات هو ضعف للدولة، ولذلك هذا تحدي كبير. أيضا التحدي الآخر هو التحدي الاقتصادي اللي يواجه العراق، ورغم أن المؤشرات الاقتصادية تقول أن الاقتصاد العراقي يتطور وأن نسبة النمو أكثر من 6% بهذا العام، وهو أقوى اقتصاد في الدول العربية ربما في نسبة النمو، لكن الاقتصاد العراقي لا زال اقتصاد ريعي يعتمد بأكثر من 88% على مبيعات النفط، وهناك غياب كامل للقطاع الخاص. هناك تحدي آخر هو ضمن التحدي الاقتصادي هو مسألة البطالة ووجود مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، وكذلك البطالة المقنعة بوجود موظفين زيادة عن حاجة الدولة لهم في الوظائف الحكومية. هذه كلها تحديات كبيرة. التحدي الآخر المهم اللي نعتقد احنا اليوم هو التحدي الثاني بعد الإرهاب، وتحدي الفساد. والفساد اليوم كما يعلم الجميع أصبح فساد بنيوي بل مؤسسي، يعني له مؤسسات، ولا ينفع أنك تضرب هذا الفاسد أو تعتقل هذا المرتشي، لكن نحتاج إلى منظومة وإلى استراتيجية كاملة في مكافحة الفساد. ولا بأس بأن نستفاد من تجارب العالم في هذا الاتجاه، هناك تجارب كبيرة في العالم في هذا الاتجاه. لدينا أيضا التحدي الآخر والتحدي الاجتماعي والثقافي اللي موجود في العراق، ورغم كل الظروف اللي مر فيها البلد ومر بها المجتمع والشعب العراقي، لا زال العراق منبع للثقافة في كل المجالات. طيب أنا إذا تسمح لي عندي ثلاثة أسئلة فقط حتى أفتح المجال للأخوة إذا يريدون يسألون.
حضرتك قلت نحن ذهبنا إلى تحالف البناء بخيارنا، بس وردت كلمة إرادتنا في كلامك. البعض يقول مو خيارك هذا، بل أثر على خيارك هو وجود الأزمة الخليجية بين قطر والسعودية، وبالنتيجة ما ذهبت إليه من خيار في التحالف هو خيار ينعكس على التحالف الدولي القائم الآن في المحور القطري الإيراني. هذه هي تفسير للذهاب. هذا كلام يعني لا معنى له، وأعتقد أن كل الأخوة الفاعلين في العملية السياسية يعني ما أثرت على خياراتك الأزمة الخليجية، يعرفون أن لدينا تواصل من عدة سنوات في هذا الاتجاه قبل كل هذه الأزمات، والأزمة الخليجية هي أزمة بين أخوة إن شاء الله تنحل ونريد تنعكس إيجابا على العراق، ونحن نحاول أن لا يكون العراق ضمن أي محور من المحاور، وأن لا يكون العراق محط للصراعات الموجودة في المنطقة، وإنما يكون العراق محطة للتنافس الاقتصادي بين هذه الدول، وأعتقد أكو فرصة في هذا الاتجاه. ولذلك هذا الكلام كلام إعلام. الأخوة الموجودين في العملية السياسية يعلمون جيدا أننا متواصلين منذ سنوات ولدينا علاقتك جيدة بقطر والسعودية. نعم، علاقتك متوازنة بين قطر والسعودية. هذه كلها دول عربية محترمة، ونتمنى أن تكون علاقتها بالعراق علاقة إيجابية وجيدة، وأن تكون فاعلة، وأن تشارك في عملية إعادة البناء والإعمار في العراق. ونحن ضد أي تدخل من أي دولة كانت جارة للعراق أو خارجية، ولذلك كما قلت مسألة السيادة مسألة خط أحمر. نحن من أهل العراق، نحب العراق وندافع عن العراق، ونتمنى علاقة متوازنة مع كل الأطراف الموجودة. وزارة التربية صارت أصعب من وزارة الداخلية بالمناسبة، لأن مرشحين وسقطوا. البعض يلقي باللوم على الكتلة التي ترشح وزيرة التربية، ولتم تصرون أن تكون امرأة، أنكم في خيارين لم توفقا في ذلك. مرة ترشحون شخصية سيدة صبا وهي شخصية محترمة، ولكن أكو مؤشرات عند بعض الأطراف، والشخصية الأخرى الدكتورة لحيالي، وأيضاً أكو ارتباطات أخرى. لماذا لا تدققون في مرشحكم قبل إرساله إلى مجلس النواب؟ أولاً طبعاً الخلاف والاتهامات سياسية لكل هذه الشخصيات المحترمة. الشخصيات اللي احنا اخترناها هي كلها شخصيات أكاديمية، كل واحدة من عندهم حاصلة على شهادة دكتوراه بروف، ويدرسون في جامعة الموصل من أهم الجامعات العراقية، وعندهم ملف أمني نظيف. كلا المرشحتين؟ نعم نعم موجودة. يعني حتى السيدة الحيالي التي اتهمت بأن شقيقها موجودة داعش، ولا يمكن أن تمارس العمل في الجامعة دون التدقيق الأمني. ليش سحبت ترشيحها إذن؟ احنا بالنسبه لنا احترمنا الرؤيه الجديده لكل الاطراف السياسيه بانه لا يستوزر سياسي معروف من الخط الاول، ولذلك ذهبنا الى المستقلين. يعني احنا اليوم ذهبنا الى ان نرشح شخصيات مستقله لكنها قريبه من عندنا، ونحن كما تعلم لدينا تجربة. سترشح امرأة؟ نعم سوف أرشح امرأة، ورشحت امرأة لهذا المنصب إيمانا منا بأن المرأة يجب أن تأخذ دورها الحقيقي في الحكومة العراقية وفي مؤسسات الدولة. إيمانا أم إجبارا؟ لا إيمانا، وهذا اختيارنا احنا. كانت مرشحتنا عندما كانت الكتل السياسية متفقة على ترشيح عدم وجود فيتو على ترشيح النواب، كانت الأخت ناهدة الدايني من ديالة مرشحتنا لوزارة التربية، وعندما أصبح هناك فيتو على اتفاق كل الكتل السياسية على ترشيح النواب ذهبنا إلى شخصيات مستقلة رغم وجود عندنا طيب العديد من الكفاءات. أنا بثلاثين ثانية حتى أفسح المجال. لديكم مرشحة ثالثة السيدة سفانة، هي نفسها لو غيرها؟ نعم السيدة نعم سفانة هي نعم. طيب أنا أفسح المجال إذا بعض الأخوة يحبون يسألون. نبدأ من سيد الخطيب. شكرا جزيلا لأنا علاء الخطيب، طبعا شكرا جزيلا لملتقى الرافدين، شكرا للسيد خميس الخنجر، شكرا للسيد الزميل غزوان. في الحقيقة أنا ممكن أتفهم
أنكم تحالفتم مع البناء وتحالفتم مع ما كنتم تسمونه بالميليشيات، ممكن بمصلحة العراق، يمكن أتفهم ذلك، ويمكن أتفهم كل الخطوات التي توجهتم بها في العملية السياسية، لكن كنتم من أشد الخصوم لإيران وللتواجد الإيراني في العراق. ما الذي حدث؟ هل واتفقتم مع إيران واتفقتم حقيقة جلستم كثير من الجلسات؟ ما الذي حدث؟ هل حدث يعني تغيير في التوجه الإيراني؟ أم أن هناك عامل خارجي؟ أم أن المصلحة السياسية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، العملية الديمقراطية في الحقيقة الإيمان بها يعني الإيمان بالدولة المدنية، والدولة المدنية لا يمكن حقيقة أن تقام ولا يمكن أن تكون الدولة المدنية وهناك رموز ترمز إلى قضايا فئوية أو طائفية. أنا سمعت حقيقة السيد غزوان، الأستاذ غزوان عفوا، سمعت قال لك الشيخ، وأنت تعلم أنه العملية الديمقراطية لا يجوز إطلاق مثل هذه الألقاب، لا شيخ ولا سماحة ولا سيد ولا نيافة ولا هم يحزنون. فهل في نيتك الآن يتغير هذا الشيء ويكون الأستاذ خميس الخنجر بدل الشيخ خميس الخنجر حتى لا يرمز إلى العشائرية؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أي سؤال آخر؟ السلام عليكم. بس تعرفنا باسم حضرتك. دكتور سعدوني ساعدي. بس إذا توقف بلا زحمة. نعم نعم نعم. دكتور سعدوني ساعدي، أستاذ علاقات دولية. نعم. ماسك وزارة الخارجية. تفضل. هاني يعني أرجو أن يكون جواب من الشيخ خميس واضح. أكيد. هنالك يعني أنا حسب أعرف تاريخه فعرفه يعني يعني. بس إذا السؤال. هو تسمع. السؤال هو يطرح. نعم. هاي السؤال. يعني قضية أنت على مدى سنوات كان أنت تدق على الوتر الحساس على إيران وعلى الحشد. يعني نفس السؤال الزميل على الخطيب. لا مو هذا، مو بهاي الطريقة. أنا جالس بس شوي أعطيني مجال. يعني أكو أثار صار يعني غزوان بأن أنت يعني ربما متأثر بالما يحدث في المنطقة يعني الآن بسبب الانقسام الخليجي الخليجي. نعم. هل أن اتفاقك مع الفتح وإيران وهروبك من الجواب على الحشد هو تكتيكي مرحلي؟ طيب هسه أنا ما أريد تيجي بعيد الأمد. شكرا جزيلا. بس أنت ليش تربط الفتح بإيران يعني؟ إذا أي سؤال آخر الأستاذ هنا بالوسط. بالبداية أحييكم على هذا المؤتمر. أنا الدكتورة إخلاص صباح الغزي، إعلامية وناشطة مدنية. شكرا للأخ والزميل غزوان، وأهلا وسهلا بالأخ السيد خميس الخنجر. طبعا أنا سؤالي شوية غريب، أتمنى أنه تجاوبني أنه هل تختار وزيرة بعيدة عن الكتلة أو الحزب أو المكون اللي أنت حضرتك تقوده تختارها من جنوب العراق بعيدا عن أنه كونها سنية أو شيعية أو مسيحية؟ هل تختار سيدة من خلال انتخابات أو انتخال حسب الاستبيان وأنت حضرتك تشرف عليه؟ إحنا نتمنى أنه أنت تبادر هاي المبادرة وتختار امرأة كفاءات وامرأة دكتورة مختصة بهذا المجال، ويا ريت أنه أنت تسأل شخصيا أنه هاي الإنسانة هل هي كانت عائلة يعني كفاءات، هل هي تربوية حتى ينجح مجال التربوي بالعراق بالتحديد؟ لأن إحنا للأسف أي وزير يجي للأسف يوصلنا إلى الهاوية. التعليم وصل كل إحنا أو أنا أتكلم. وصل سؤالك إذا تسمح لي أعطي فرصة أخرى. تفضل. بس الأخ يمكن. شكرا أستاذ غزوان. أهلا وسهلا. بس اسم حضرتك؟ محمد الفيصل، باحث ومحلل سياسي. شكرا شيخ خميس. حقيقة كنت أتمنى أن بعد تنزل شوية بعمق بالغاطس السياسي، لأن عندنا معلومات أكثر دقة وعندنا معلومات مهمة وحيوية. السؤال أستاذ اسمح لي طينا صبر شوي أستاذ. لا مو عندي وقت يعني إذا ثواني. فكنت أتمنى كنت أتمنى أنه بعد يعني تتقرب بمسافة قريبة جدا للمشهد التحالف فيما بينكم. أحد الزعامات السياسية شخصيا قال إلي ربما واحد أو اثنان من الحضور بهذه الجلسة كان معاً، قال أنا دخل علي خميس الخنجر ما أعرفه من خميس الخنجر، قال دخل علي إني جاي فيك راح أجي أزورك، بس جاي يذكر البعض هاي منقولة ومسجلة هذا الكلام، قال أنا ما أعرف من خميس الخنجر لما طبع لي أنا. هذه الأمور، هذا يعني محاولة الغاء العقلية العراقية حقيقة اليوم كل يعلم طبيعة التحالفات وغاطسها. الشيخ خميس أرجو أن تكون أكثر واقعية مع احترام الجنابك الكريم. شكرا أستاذ محمد. بالتعاطي بالشأن السياسي. شكرا. شكرا جزيلا.
أنا بس ما عرفت قصدك التحالف بين من ومن أستاذ محمد. نعم تفضل. المهندس جواد الجبوري تدريسي في جامعة تكرير كلية هندسة النفط. أرى أن طبعا شكرا للملتقى على مود نختصر. أرى أن الأخ غزوان ركز على الأمور يعني مثل الخلافية ولم يسأل الشيخ خميس الخنجر ما هي الرؤية التي جئتم بها للنهوض بالتعليم، للنهوض بمستوى التعليمي، لماذا اختارت وزارة التربية، وما هي الرؤية وما هي الخلفية التي جعلتكم تتوجهون بهذا الاتجاه؟ شكرا. سؤالك حول الرؤية للتربية يعني؟ نعم. تفضل أستاذ. يعني النساء ماكو شو ما حد شارك. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا أستاذ خميس. تفضل أستاذ. نسمع كثيرا عن المصالحة. بس اسم حضرتك العفو. جواد المدني رجل أعمال مغترب. أهلا وسهلا. حياك الله. نسمع كثيرا عن المصالحة بين الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية. ما هي المبادرات التي قام بها مشروعكم على طريق المصالحة بين المكونات الشعبية لردم الهوة التي أحدثها داعش والتنظيمات الإرهابية في كيان الوحدة الوطنية، وإن كانت هناك آليات خاصة بكم فما هذه الآليات؟ شكرا جزيلا. ناخذ سؤال آخر. شكرا للزميل غزوان جاسم على الإثارات التي طرحها، وأسأل الأستاذ خميس الخنجر. بس اسم حضرتك عفوا. صحفي. أسأل أستاذ خميس الخنجر، وجودك صلاح الخزاعي صحفي، السؤال أستاذ خميس الخنجر، وجودك في تحالف البناء هل هو بعنوان، إذا أردنا أن ننطلق من مفهوم القيادة، حضرتك تابع أم متبوع في آلية اتخاذ القرار في تحالف البناء؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. سؤالين أخيرين. ناخذ الإمرأة إذا تسمح السيدة. تحية طيبة. إيناس هيثم، صحفية أخبار. أهلا وسهلا. من بعد مفاصكم ويا الدولة العراقية وشاركتوا بالدولة العراقية، هل أنتم متجهين نحو تقسيم العراق؟ هل هاي بعدها الفكرة كما أول ظهورك بالإعلام قناة العربية الجزيرة؟ تقصدين تقسيم العراق أم أقلمة العراق؟ نعم. أقلمة العراق أم تقسيم العراق؟ هي أقلمة. لا جيد واضحة. أي نعم. تقسيم يعني أي نعم. تستخدمين مفرد تقسيم. أقلمة وتقسيم. جيد. عفوا. أي. جيد شكرا. أي. نسمع. بس السيدة هناك خل تأخذون النساء حقهم عمي. هي الوزيرة الوحيدة بالحكومة راح يرشحوها. نختم مساء الخير. أهلا وسهلا. شكرا لهذا الملتقى الجميل، وأعتقد كان يوم ممتع. أنا مع الأستاذ مرت أقول الشيخ الأستاذ خميس وتحياتي له. أنا سؤالي، نحن كلنا أبناء العراق ونحن كلنا مع الدولة العراقية، إلا أنه من مبادئ الديمقراطية يجب أن تكون هنالك حكومة وهنالك معارضة، فليس بالضرورة أن نتعارض إلى حد السلاح أو أن نتفق للمشاركة في الحكومة. فهل يمكن أن يكون موقف تيار المشروع الوطني يبقى معارضا للعملية السياسية لتصحيح مسيرها أفضل مما نشارك بالأخطاء والفساد الذي يعم هذه نحن ونعرف جيدا منذ 2003 حتى اليوم، هاي آخر كلمة، العملية السياسية قائمة أما عرجاء أما قائمة على تحالف أمريكي أو إيراني. ألا يمكن أن نشكل الرقم العراقي الثالث ونقوم بهذه البلد مع خميس الخنجر ومع الآخرين؟ وشكرا. بس شكرا جزيلا. نختم مع السيدة هناك. السلام عليكم. عليكم اليوم غزوان كنت كلش جريء بالطروحات مالتك. شكرا. وأني حشوي حاخذ من مالتك هذولا. تفضل. دكتورة سلامة الخفاجي، عضو مجلس حكم العراق السابق، عضو برلمان سابق. أستاذ خميس الخنجر، في البداية المكونات السنية بعد الانتخابات حاولت تتكون كتلة واحدة، ولاحظنا هذا اجتماعات كثيرة، ولكن فيما بعد يعني ظهر أحد الشخصيات السياسية وقال لا، إحنا يعني أستاذ خميس هو ليس رئيس هذه المجموعة، وإحنا بعدين لاحظنا أنه صار انقسامات، مجموعة راحت مع البناء والأخرى مع الإصلاح. ما هو هذا السبب، هذه الانقسامات وعدم بقائكم على كتلة واحدة؟ شكرا. شكرا جزيلا سيد سلامة. قد عندنا وقت كل ذن نجاوب خمس دقائق، أربعة أيام يا رادي.
شكرا جزيلا لكل الأسئلة اللي طرحت. بعض الأسئلة طرحناها وبعض الأسئلة يعني تحتاج إلى توضيح. إيناس تقول هل ما زلت، طبعا مو على التعيين لكنه بالرأس، هل ما زلت تؤمن بتقسيم العراق؟ هذا سؤالها. يعني دائما أقول أننا يجب أن لا نبقى نشتر للماضي، لأن هذا لن يوصلنا إلى أي نتيجة. هناك اختلاف سياسي، اختلاف الرؤية السياسية بينه وبين أطراف عديدة، وهناك خلافات كبيرة حدثت، وكنا توصلنا وأحنا من الجهات اللي توصلنا أن أي خلاف يحدث خارج الأطر الدستورية وخارج القانون هو خلاف عبثي ليس فيه فائز ولا منتصر، ويجب أن تكون خلافاتنا السياسية تحت سقف الدستور. وهناك فرق كبير بين الأقلمة وبين التقسيم، وإذا كانت الأقلمة هي فيها خطورة على وحدة العراق فلماذا هذا البند موجود في الدستور العراقي؟ ومن وضع هذا البند؟ ومن وضع هذا القانون؟ ومن وضع هذه الفقرة؟ هذا موجود ضمن الدستور العراقي. لكن بس المحافظات التي تنتمي لها حضرتك رفضت هذه المادة في 2005. تسمح لي أنا ضد وجود أي إقليم في محافظات العراقية خارج إقليم كردستان إلى وضع خاص، أي إقليم مبني على أساس طائفي أو فئوي لأنه لا يخدم العراق ولا يخدم استقرار العراق، أي إقليم ولا قومي، لا نريد أي إقليم. نحن نعتقد في فترة من الفترات بسبب المركزية الشديدة لحكمة العراق كانت المحافظات تحتاج إلى صلاحيات أوسع، وكنا نعتقد أن ممكن تطبيق هذه الفقرة للمحافظات فقط في حدودها الإدارية المعترف فيها. لكن نعتقد اليوم في ظل الخطوات الكبيرة اللي قامت فيها من حكومة السيد العبادي إلى الآن، نعتقد أن المحافظات لها صلاحيات واسعة، ولذلك لا نحتاج إلى تنفيذ هذا هذه الفقرة. سيد علاء، ولم أخرج في أي قناة أو في أي منبر، وعندي من الشجاعة ما أقوله الآن ما أؤمن به نفسه، في أي فكرة تؤدي إلى تقسيم العراق لا سامح الله أبدا، ولم أدعو إلى ذلك. ولكن كما قلت نحن كنا نقول ولا زلنا إذا اختارت أي محافظة من ضمنها البصرة أن تكون إقليم بإرادتها الحرة بإرادة أهلها ضمن الدستور فلا بأس. طيب جيد. سيد علاء الخطيب يقول ممكن بعد ما ندعوك الشيخ، أنا هم ما أعرف ليش ندعوك الشيخ، يعني من باب العشائرية من باب آخر، وأن تبدل اللقب إلى الأستاذ أو الدكتور حسب ما تريد، لأنه يعتقد أنها تبتعد عن العشائرية. والسؤال الثاني حتى لي سيد علاء، أنه يتفهم أن تكون مع البناء ولكنه لا يتفهم أن تتقارب مع الإيرانيين. أنا أشكر الأخ علاء، وأنا راح يعني أبوح له بسر أننا في المشروع العربي اتخذنا قرار من قبل أشهر بإلغاء كلمة الشيخ واستبدالها بكلمة الأستاذ، وهذا قرار متخذ، هذا قرار متخذ. لكن يعني في بعض الأماكن يضعون كلمة الشيخ ويغلبني الحياء. ليش هي إيش بها كلمة الشيخ؟ نعم. طيب ليش هي إيش بها كلمة الشيخ؟ هذا وعد. شنو المشكلة؟ هو يريد أن يعني أن نرمز إلى الدولة المدنية اللي نؤمن بها جميعاً، وهذا يعني حق. ماذا يعني عن؟ أشكر عليه وانتباهه. ماذا عن إيران؟ موضوع إيران، إخوان، إيران دولة جارة للعراق، حدودها حدود 1000 كيلو. ليس من مصلحتنا العداء لا مع إيران ولا مع السعودية ولا مع تركيا ولا مع أي دولة. نحن نريد سلام مع الجيران وسلام في الداخل. نحن نؤمن أن العراق يجب أن يكون غير محوري وليس له أي وجود في تحالف سواء لهذا المحور أو ذاك. طيب. ولذلك نعتقد أننا يجب أن لا نكون تابعين لأحد مهما يكون لأي دولة. إذا تسمح لي أستاذ علاء، ما عندي وقت، إذا تسمح لك وجلسة أخرى بعدنا أرجع لك، والله تقدر تسأل الشيخ بعد.
لا لا ما أقدر ما أقدر. إذا تسمح لي بعد الجلسة بعد الجلسة أعطيك. أسألك السؤال اللي بعده إذا تسمح لي. السيدة إخلاص تقول: هل لك أن تختار وزيرة للتربية من جنوب العراق؟ نعم، والأخت سفانة ترى من البصرة، اللي ما يعرف الأخت سفانة من البصرة. نحن لا يهمنا ولا أريد أن أقسم، لكن ثقوا أنني لا أعرف من أي طائفة هي في البداية، ما أعرف من أي طائفة. أنا شفت السي في مالها، امرأة 30 سنة خدمة في التربية وكفوءة وتستطيع أن تدير هذه الوزارة، ولذلك رشحتها. وللعلم في فترة من فترات رشحت الدكتور همام عبد الخالق وزير التعليم السابق. نعم لا لا عفو، همام الشماع أقول لهم، وهو شخصية محترمة وهو شخصية شيعية. من رفضها؟ بس عضو في المشروع العربي. من رفضها؟ صار الاختيار أننا كمشروع عربي استشعرنا خطورة إهمال شريحتين من المجتمع، الشباب والنساء، ولذلك احنا اخترنا أن تكون مرشحتنا للوزارة هي امرأة. يرفضون امرأة نجيب امرأة، وراح نظل نجيب لو نجيب كل نسوة العراق. يعني معناها هم راح ترفض الثالثة إلا امرأة. طيب الزميل صلاح الخزاعي الزميل صلاح الخزاعي يقول: علاقتك بالبناء تابع عن متبوع؟ أنا علاقتي في البناء، احنا مشاركين بقوة في القرار اللي يتخذ داخل التحالف، ولا يوجد أي قرار في البناء دون أن نوافق عليه جميعا، ولذلك في البناء نحن أصحاب قرار، نشارك الآخرين في القرارات التي تساعد على الاستقرار وعلى بناء الدولة العراقية وتقوية الحكومة. طيب سؤالين أخيرين وأختم بعدها. هل يمكن لتيار المشروع العربي أن يكون معارضا أو يتبنى المعارضة في البرلمان؟ لا بأس، يعني اليوم هناك ظروف تتيح لنا المشاركة. إذا كانت هناك نعتقد أننا وجودنا في الحكومة هو سلبي على مشروعنا وعلى أهدافنا، فلا بأس أن نكون معارضة، لكننا مؤمنين بالمشروع الوطني العراقي الذي يكون فيه من كل مكونات الشعب العراقي، ونؤمن بأن هذه التحالفات إن شاء الله العابرة الطائفية سوف تقوى وتستمر وسوف تنتج الخير الكثير للشعب العراقي. السيدة سلام الخفاجي تقول: ما هو سبب انقسام كتلتكم؟ أي كتلة؟ لا أعلم. مشروع العربي كنتم أنت والسيد أسامة النجيفي والسيد أثيل النجيفي. لا أعتقد، يعني أعتقد تقصد الأخت الخفاجي مسألة المحور. نعم محور أيضا. نعم من المحور موجود؟ المحور أنا رئيس لهذا التحالف، تحالف المحور اللي منضوي في تحالف البناء، والتحالف يحدث فيه مشاكل حال حال كل التحالفات، لكنه تحالف قوي ورصين، ولا زلنا احنا في التحالف مستمرين، ولدينا اجتماعات دورية ولدينا تفاهمات، وخلال أيام سوف نعلن نظامنا الداخلي لتحالف المحور العربي المحور الوطني اللي هو جزء من تحالف البناء. طيب. ولا توجد أي مشاكل. السؤال الأختم بيأني أنه سمعت هذا سؤال خارجي. منذ أن دخلت العملية السياسية لليوم ما أخذت منصب تنفيذي، وكنت تدعم قائمة 2010 دعمت العراقية، بالآونة الأخيرة دعمت المشروع العربي ومتحدون في فترة ما، وأنت لم ترشح لي منصب تنفيذي. هل هذا تكتيك أم أنك تعتقد أنه يجب أن تحصل على منصب كبير مثل رئاسة الجمهورية، كما نسمع أنك تطمح 2022 ويا كأس العالم تأخذ رئاسة الجمهورية؟ شكرا جزيلا. أولا طموح أي مواطن عراقي في أن يتسلم أي منصب في الدولة العراقية طموح مشروع، ما في أي شيء، لكنني عرض علي الكثير من المناصب في هذه المرة. أنا آثرت أن أبقى حارساً على مشروعي السياسي، ومحاسباً لكل من تمتد يده من مجموعتي لا سامح الله إلى المال العام، أو أن يتسبب في خطأ ما يضر بالدولة العراقية. ولذلك أردت أن أضرب مثلاً كيف أن أكون متواجداً بقوة في العملية السياسية وأبتعد عن كل مناصب، ولذلك لم أخذ أي منصب. 22 إن شاء الله لكل حادث حديث. يعني متن فيها؟ لا
طموح لكل الشعب العراقي. يمكن عدنان الزرفي يصير رئيس جمهورية، شو المشكلة؟ رئيس وزراء عدنان الزرفي التوازن. شكرا جزيلا, لك الأستاذ خميس الخنجر الأمين العام المشروع العربي، شكرا جزيلا لك، وشكرا لجميع الحضور وللأسئلة التي أثرت الحوار، وأتمنى الموفقية لملتقى الرافدين الذي أبدع في التنظيم، وأيضا أتمنى الموفقية للأستاذ عدنان الزرفي وللزميل مازن الزيدي في جلستهم الحوارية التي تعقب هذه الجلسة. شكرا جزيلا لكم، ونلتقي في ملتقى آخر إن شاء الله.